روسيا وأوكرانيا اتفقتا على مضاعفة عدد المراقبين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا للانتقال من 500 مراقب إلى 1000، وهذا للإشراف على مراقبة فعالة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. الاتفاق الذي دعت إليه أوكرانيا جاء بعد محادثات وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا في برلين. وفي ريغا عاصمة لاتفيا اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي يهدد بالإبقاء على العقوبات الاقتصادية ضد روسيا. نحن واعون جدا بأن نقطة قوتنا هي عندما نقر العقوبات. هذا كان في الماضي ويمكن أن يكون في المستقبل إذا ساءت الأحوال. نحن متحدون لأي عملية نقوم بها اتجاه روسيا واتجاه الوضع في أوكرانيا، تقول فريدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. مسألة العقوبات كانت موضع خلاف بين دول الاتحاد الأوروبي، فبريطانيا وبولونيا ودول البلطيق تؤيد الإبقاء على العقوبات، بينما إيطاليا واليونان وإسبانيا ترى أن الوقت غير مناسب لزيادة العقوبات، خاصة بعد التوصل إلى اتفاق مينسك.